السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. احنا جينا في الحلقه الثانيه اللي غادي نشوفوا فيها الكانتي ديال نهار الجمعه 22 جونفي 2021. هاد لا رينيو اللي كاينه في كان سير مير تيب ديالها البلا 16 عاوده، المسافه ديال 1500 متر. العوده اللي عندهم 5 سنين الفوق ملعوبه في لاكورت كوش، ديبار ديالها مع جوج قلق قسمين. داك الاخوان قبل ما نبداو الحلقه اللي راه كاينه، الحلقه الاولى شفنا فيها احسن درايفرات، شفنا فيها احسن درايفرات في الكانتي، وشفنا فيها احسن لي زونترونور في الكانتي، وشنا فيها البو ديال العودان. هاي الحلقه اخويا تلقاوها هنا في الفيديو ولا تلقاها في الاخر ديال الفيديو، ولا دخل القناه جبده واناليزي على خاطرك. المهم اخويا قبل ما نبداو الحلقه ما تنساوش تدعمونا بلي لايك ديالكم، وشكرا لكم بزاف. يلا الحلقه هذه مختصه غير بلي درايفر، شوفوا لي درايفر واش ديجا مشاركين مع لي زونترينور، واش ديجا راك من هاد العوده اللي مشاركين بهم نهار الجمعه، ولا اول مره غيركبوا عليهم، واش عندهم شي فيكتوارات شي بلاصمون. يلا خويا بلا ما نطول عليكم بزاف، نمشيو ندوزو نشوفو الجوكي رقم واحد. الجوكي رقم واحد عنده 91 كورس مع لونترينور، عنده 12 فيكتوار، عنده 19 بلاصي. العود راكب عليه 10 المرات، عنده بيه فيكتوار وعنده بيه بلاصاج. الجوكي رقم جوج عنده 17 كورس مع لونترينور، عنده 3 فيكتوار، عنده 4 بلاصاج. العود راكب عليه مرة واحدة، عنده بيه فيكتوار. جوكي رقم 3 عنده 159 كورس مع لونترينور، عنده 27 فيكتوار، عنده 51 بلاصي. العود راكب عليه 3 المرات، عنده بيه فيكتوار، عنده بيه بلاصاج، يعني خسر بيه كورس واحدة. جوكي رقم 4 عنده 32 كورس مع لونترينور، عنده 4 فيكتوار، عنده 3 ديال البلاصمو. العود تاهو راكب عليه 3 المرات، عنده بيه فيكتوار، عنده بيه بلاصمو، تاهو خسر بيه كورس واحدة. الجوكي رقم 5 عنده 24 كورس مع لونترينور، عنده جوج فيكتوار، عنده بلاسمو. العود راكب عليه 6 مرات، عنده بيه فيكتوار، عنده بيه بلاسمو. الجوكي رقم 6 عنده 24 كورس مع لونترينور، عنده فيكتوار وحدة، عنده جوج بلاسمو. العود راكب عليه مرة وحدة، ما عنده لا فيكتوار لا بلاسمو. الجوكي رقم 7 عنده 160 كورس مع لونترينور، عنده 13 فيكتوار، عنده 19 بلاصي. العود راه اول مره غادي يركب عليه. الجوكي رقم 8 عنده 29 كورس مع لونترينور، عنده 4 فيكتوار، عنده 5 بلاصمو. العود راكب عليه 5 المرات، عنده جوج فيكتوار، عنده بلاصمو وحده، يعني خسر بيه جديد لي كورس، عنده جوج فيكتوارات تيبان مزيان التمنية هدا. تسعود عندو 95 كورس، عندو 18 فيكتوار، عندو 33 بلاصي، ولكن العود راه أول مرة غادي يركب عليه. العشرة عندو 34 كورس، ما عندو حتى شي فيكتوار، عندو 3 ديال البلاصمو، العود راه أول مرة غادي يركب عليه. الحداش عندو 98 كورس مع لونترينور، عندو 17 فيكتوار، عندو 28 بلاصي. العود راكب عليه جوج مرات، ما عندو حتى شي فيكتوار، عندو جوج بلاصمو. الجوكي رقم 12 عندو 74 كورس مع لونترينور، عندو 7 فيكتوار، عندو 17 بلاصي. العود راكب عليه 4 مرات، ما عندو بيه حتى شي فيكتوار، عندو جوج بلاصمو. الجوكي رقم 13 عندو 200 كورس مع لونترينور، عنده 18 فيكتوار، عنده 41 بلاصي. العود راكب عليه 3 مرات، عنده بيه فيكتوار، عنده جوج بلاصمو، يعني راه ما خسر بيه حتى شي كورس. 13 هذا شوار تيبان مزيان. 14 عنده 44 كورس مع لونترينور، عنده 6 فيكتوار، عنده 7 بلاصي. العود راكب عليه مره واحده، ما عنده حتى شي فيكتوار، ما عنده حتى شي بلاصمو. جوكي رقم 15 عنده 3 ديال لي كورس مع لونترينور، ما عنده حتى شي فيكتوار، عنده غير بلاصمو. هذوك المشاركات اللي شارك مع لونترينور ركبوهم على هاد العود، هذا 3 ديال المشاركات فوق العود ما دار بهم حتى شي فيكتوار، عنده غير بلاصمو. جوكي الاخر رقم 16 عنده 69 كورس مع لونترينور، عنده 8 فيكتوار، عنده 13 بلاصي. العود راكب عليه مرة وحدة، ما عنده بيه حتى شي فيكتوار، عنده بيه غير بلاصة. كما تشوفوا الخوت، احنا في هذه الحلقة هذه جينا النهاية ديالها.
اسمحوا لي بزاف راك طولت عليكم. المهم الخوت راه كاينه الحلقه الاولى اللي بغى يدخل اناليزي راه يلقاها في الفيديو ولا يلقاها في الاخر ديال الفيديو ولا غيلقاها في القناه. دخل جبدها واناليزي على خاطرك الخوت. اسمحوا لي بزاف راه طولت عليكم خليت لكم راحه البال. تهلاو في راسكم في انتظار الحلقه الثانيه في انتظار الحلقه الثالثه اللي غادي تكون مزيانه. يلا تهلاو في راسكم بون كوراج حد سعيد للجميع. يلا الله يعاون.